السلام عليكم. دي محاضرة إن شاء الله الخامسة السمستر دوت. إحنا بنتكلم إن شاء الله على ديزاين الخاص بالفرشة بتاعة الهدرات، وممكن نقول إن بشكل كبير ده هيسري على التصميم بتاع عمال الحجز عموما، كنترول ستراكشرز اللي هي الهدرات والأناطح. إحنا اتكلمنا في المرات السابقة عن نقط محددة بالنسبة لتصميم الفرشة، وقلنا إن هي لازم الطول الإجمالي بتاع الفرشة اللي هو المسار اللي بتتحرك فيه المية أسفل الفرشة اللي هو percolation لازم يحقق شرط معين، اللي هو لازم يبقى الطول كفاية إن السرعات اللي تتحرك بيها المية أسفل الفرشة ما تاخدش معاها أي بارتكلز، وبالتالي ما تعملش خلل في السويل الأسفل الفرشة، وبالتالي ممكن يحصل انهيار للفرشة بسبب الحركة أو السرعة الزيادة دي. دي نقطة من ضمن النقط اللي اتكلمنا فيها، وقلنا النظريات اللي احنا اتكلمنا عليها نظرية بلاي ونظرية لين، وقلنا ان كل واحد منهم كان بيفكر بشكل مختلف، سواء الأطوال الأفقية والرأسية اللي ليها نفس الوزن دي في حالة بلاي، وفي حالة لين كان الأطوال الرأسية ليها وزن مختلف عن الأطوال الأفقية. ده بالنسبة للبركوليشن أو التسرب أو ممكن نقول السيبج اللي بيحصل أسفل الفرشة. الجزئية التانية بنتكلم عليها إن الأبليفت الفورس اللي ناتجة من وجود المية أسفل الفرشة دي ممكن تحصل بسببها انهيار أو كسر أو شروخ في الفرشة نفسها، فلازم يكون السكنس كبير كفاية إن هو يقاوم الفورس ديت. دي كانت النقطة التانية. النقطة التالتة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي السكور اللي بيحصل في الداون ستريم، السرعات العالية اللي بتنتج من وجود هيدروليك جامب أو ما شابه اللي هي تربلنس بيحصل في الداون ستريم، ده كله ممكن يحصل منه تآكل في الفرشة أو في البيد، المنطقة اللي بعد الفرشة ممكن تسبب لتآكل كبير وخلل في الجزئية في السويل الداون ستريم المنشأ نفسه، ده ممكن يؤدي لحدوث خلل في تركيبة المنطقة اللي حوالين الاستراكشر، وبالتالي ممكن يؤدي لانهيار المنشأ بالكامل، أو ممكن كمان إنه يتحرك من مكانه. فبالتالي لما نيجي نتكلم النهارده اللي هو ديزاين بروسيدور أوف فلور عموما أوف كنترول ستراكشر، لازم نتحط في اعتبارنا الثلاث نقط الرئيسية دي. الفرشة دي لازم ليها وظائف، الوظائف زي ما اتكلمنا عليها إن هي الطول بتاعها يغطي الجزئية الخاصة بالبركوليشن، يعني مفيش تسرب بسرعات أو بسرعة عالية أسفل الفرشة يؤدي لحركة السويل. الحاجة التانية إن هي ليها سمك معين، لازم السمك دوت يبقى كبير يقاوم الأبليفت. الحاجة التالتة إن الطول في الداون ستريم بعد المنشأ لحد نهاية الفرشة، طول الفرشة في الداون ستريم لازم يكون بيقاوم النحر اللي ممكن يحصل في الداون ستريم. دي الثلاث نقط اللي احنا قلبنا عليها كل الكلام بتاعنا في المحاضرة بتاعت النهاردة. نقول ايه الخطوات اللي احنا بنعملها او الاجراءات اللي احنا بناخدها عشان خاطر نقول احنا بنصمم الفرشة. كلمة وير أو ريجليتور الاتنين بيعملوا نفس الوظيفة اللي هي عمل حجز صناعي، وبالتالي بشكل كبير الكلام اللي هنقوله على الويرز ممكن كمان يتطبق نفسه أو كجزء كبير منه على الريجليتورز، مع شوية اختلافات لأن كل منشأ من دول له وظيفة معينة وبيشتغل بشكل مختلف. إيه الكيسز اللي إحنا ممكن نقابلها وإحنا بنصمم؟ ممكن يبقى عندنا معلومات محددة، المعلومات دي تغطي لي أسلوب معين في الديزاين، وممكن المعلومات دي تبقى أكتر من العادي. يعني إيه الكلام ده؟ في الغالب لما بنيجي نصمم أهم حاجة ببص عليها أو أكتر حاجة بتقلقني وخاف منها اللي هي البركوليشن. فهل أنا المعلومات اللي عندي في التصميم بتديني الاتنين اللي هما الإيه؟ الطريقتين وكان معلومات كافية تخليني أشتغل بالطريقتين اللي هي طريقة بلاي وطريقة لين، ولا أشتغل بواحدة منهم؟ ولو في واحدة بس هي اللي متاحة يبقى هتكون مين فيهم؟ إحنا عندنا أول حاجة إن يكون في عندي سنجل وير. سنجل وير يعني هتضاير لوحده سواء كان ستاندنج ويف أو كلير أو فول وير. لو أنا عندي المعطى الرئيسي بالنسبة لي أو المعلومات اللي تخص البركوليشن بتغطي بس الجزئية الخاصة ببلاي، يبقى دي الكيس الاولانيه. لو عندي الاثنين متاحين اللي هي بلاي ولين، دي الكيس الثانيه. بالكيس الاولانيه وانا بصمم هاخد في اعتباري نظريه واحده بس،
وانا بصمم في الحالة التانية هاخد النظريتين. الكلام ده هيندرج بالتبعية لو عندي اكتر من هضار، بس الفرق ان لو عندي اكتر من هضار يبقى انا عندي هي مجموعة هضارات ورا بعضيها. نفس الفكر اللي احنا هنتبعه في الحالتين دول مع سنجل ويل، سواء كانت بلاي ولين او بلاي لوحده او بلاي ولين مع بعض، هنتبع نفسه بنفس طريقته مع الستيبد ويل. يبقى كأني هكرر نفس الكلام. يبقى الاول خالص هشوف اول معطى بالنسبه لي، اول معلومه متاحه بالنسبه لي عن البركوليشن. هل المعلومه المتاحه بالنسبه لي دي بتقول لي ان انت عندك بلاي بس هو المعلومات المتاحه عنه، ولا انا كمان عندي لين معلومات عنه معروفه؟ لو انا عندي الاثنين يبقى انا هشتغل على الاثنين، لو عندي واحده بس هشتغل على واحده بس. ودي هتبقى حاجه فارقه بالنسبه لي، لان دي بتوجهني في الاول ازاي اتحرك وازاي اشتغل. لما نخلص الكلام بتاع الفرشة عموما لازم نتكلم شوية عن الشيت باي رولز. احنا بنستخدمه امتى واماكنه فين وايه الشرطات الخاصة بالدبسس بتاعته. دي نقطة مهمة، لان انا وانا بشتغل ممكن جدا اضطر ان انا استخدم شيت باي رول، لان الفرشة ليها ليميت معين في الطول. الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل، وهنعرف اماكن الحاجات دي كلها وكل الحاجات اللي انا ممكن احطها في ذهني وانا بشتغل على الشيت باي رولز. تعالوا كده نبتدي نمسك سنجل وير هدار لوحده بغض النظر عن نوعه، لان الاثنين مجرد بس ان انا احط شكل الهدار ده او القطاع بتاعه بمعنى اصح، وانا حاطط بقى بشتغل في الديزاين بتاعي بحطه على الرسمه بتاعتي. تعالوا كده نمسك الحاله الاولانيه. الحاله الاولانيه بيقول ان انا عندي سنجل وير، يعني واحد من الاثنين دول. عشان كده في السكتش دايما هتلاقوني راسم الاثنين دول، هلاقي ده الكلير وير وجنبه الستاندنج ويف وير. مجرد لما اشيل ده واحط ده مكانه يبقى الحاله دي اللي انا بتكلم عليها. ده الشكل العام اللي انا بحطه دايما قدامي كسكتش، وبقول انا محتاج اعرف ايه الحاجات اللي المفروض تكون معطاه بالنسبه لي، وايه الحاجات اللي مطلوبه مني. على نفس السكتش انا حاليا بصمم فرشه، الفرشه دي لازم تحقق لي 3 حاجات. الحاجه الاولانيه اجمالي الطول بتاع الفرشه بتاع الخاص بالبركوليشن، اللي هو المسار أسفل الفرشة من أول نقطة لآخر نقطة، لازم يكون طبقا للنظرية اللي بشتغل عليها اللي هي بلاي أو بلاي ولين. لو أنا عندي الاتنين يبقى لازم أحقق الاتنين. فأنا عندي بلاي بس، يبقى أنا نمرة واحد إن لازم البركوليشن ده يكون سيف. كلمة سيف دي هنتكلم عليها حالا دلوقتي. الحاجة التانية إن أنا بقول التخانة دي في السكشن ده تحديدا، ده السكشن الكريتيكال اللي هو جاست داون ستريم، لازم تكون بقيمه محدده. القيمه دي لازم تبقى بتقاوم الابليفت عند السكشن ده، لان عند السكشن ده هيكون عندي اكبر قيمه للابليفت ممكن تتعرض ليها الفرشه. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الطول في الداون ستريم اللي هو من نهايه المنشا بالظبط، اللي هي النقطه دي. طبعا لو انا راسم ده مكان ده اللي هو الستاندنج ويف بدل الكلير ويف، يبقى النقطه اللي هي نهايه الوير بالنسبه لي. من نهاية الوير بالنسبة لي لحد آخر نقطة في الفرشة اللي أنا عندي هنا عاملها طول اسمه L3. L3 ده لازم يكون ليه اشتراطات معينة ويحقق لي حاجة. الحاجة دي بتقول إنه لازم يكون هنا السرعات العالية في المنطقة دي بتتحقق في طول. الطول ده هنسميه L-Score. لازم يكون الطول ده أصغر من أو يساوي L3 اللي موجود عندي. فيبقى انا كده عندي الفرشه بتحقق لي 3 شروط: البركوليشن لينس سيف، السكاور لينس سيف اللي هو الطول بتاع الداون ستريم الاجمالي بتاع الفرشه كلها، التخانه بتاعت الفرشه لازم تكون بتقاوم الابلفت. يبقى انا اول كيس بالنسبه لي ان انا معطى عندي حاله واحده، هي حاله الحاجه مهمه جدا وجوهريه اللي هي الجزء بتاع البركوليشن. انا المعلومات المتاحه بالنسبه لي كافيه فقط او عن فقط البركوليشن لينس في حالة بلاي، يعني نظرية بلاي اللي هو بيقول لي إن الأطوال الأفقية والرأسية ليهم نفس الوزن، ما تفرقش المسار اللي أنا همشيه أفقي أو رأسي هفقد فيه هيد. بغض النظر أنا همشي أفقي أو همشي رأسي، المسارين بيقولوا لي إن أنا بفقد هيد معين، يبقى الموضوع كده بالنسبة لي ما تفرقش الأطوال. دي النظرية بتاعت بلاي زي ما اتفقنا قبل كده. إيه اللي أنا المفروض أكون عارفه عشان أصمم؟ ودي الحاجات اللي أدور عليها، سواء انها في المساله بدور عليها هي موجوده فين او معلومه فين متاحه فين بشكل مباشر او غير مباشر، او انا بصمم عموما. بصمم عموما يبقى انا ساعتها لازم اسال
يا جماعة أنا محتاج الداتا دي، سواء إن أنا أكولكت الداتا يعني هكلف حد إنه يجمع لي الداتا ديت، أو إن أنا أطلبها من اللي مكلفني بالتصميم، الجهة المعينة اللي مكلفاني بالتصميم. انستشارج دي نمرة واحد. الكريست لينس ده المفروض أنا عندي هيدروليك ديزاين أنا اللي عامله، يبقى أنا هو متاح بالنسبة لي، اللي هو طول الهضاب في الاتجاه دوت اللي الفلو ماشي كده، يبقى هو عمودي على اتجاه الفلو احنا عملناه في الهيدروليك ديزاين. الكريست ليفل اللي هو المنسوب دوت او النقطه دي في حاله ستاند ويف. الابستريم ووتر ليفل، محتاج الابستريم ووتر ليفل طبعا، لو هاي ولو يبقى انا عايز الهاي ده اللي انا هستخدمه، لانه لو حاجه مهمه محتاج ان انا احسب منها حسبايه معينه تخص السكاور. الابستريم والداون ستريم بيد ليفل، البيد ليفل في الابستريم والبيد ليفل في الداون ستريم، مش هعرف اشتغل من غير المعلومات دي. المعلومات دي معلومات اساسيه بالنسبه لي عشان خاطر اقول ان انا هعرف اصمم الفرشه بتاعتي. ايه اللي انا محتاج ان انا ابتدي احسبه؟ خلينا بس نبتدي الاول نتفرج على شكل الفرشه عامل ازاي. لما اجي ابص كده عموما في الفرشه اللي موجوده عندي، هلاقي ان احنا بنعمل الفرشه بشكل معين. التخانات ما بتكونش واحده على طول الفرشه، التخانة في الأبستريم بتبقى أقل من التخانة عند الهضار، والتخانة بعد كده بتقل شوية قيمة تانية. فعندي 3 تخانات، التخانة الرئيسية بسميها T2، التخانة أو اللي في الأول بسميها T1، والتخانة اللي في الآخر بسميها T3. T3 دي بتبقى ريدكشن في الفرشة عشان بوفر، لأن الأبليفت بيقل مع المسار ما بيتحرك أو طول ما أنا بمشي في اتجاه الفلو، فيبقى الريدكشن ده بيحصل على بعد مسافه معينه من الداون ستريم بسميها اكس. دايما براجع تاني التخانه زي ما كانت، ويكون المسافه دي من نهايه الفرشه من نص لواحد متر. الهدار نفسه له طول محدد بحسبه على حسب شكله، دي بسميه L2. ده نتكلم على كروس سكشن او سكشن الفيشن بمعنى اصح في الهدار نفسه. وفي عندي طول في الاب ستريم اسمه L1. بغض النظر عن الهدار نوع ايه، الاتنين بيبقى على حسب نوع الهدار، وهنشوف الحسبه بتاعته عامله ازاي. طبعا احنا عارفين ان الحاله الكريتيكال بالنسبه لنا ان انا اكون حاجز ميه في الاب ستريم والداون ستريم دراي، يبقى فيه هيد محجوز بقيمه واي اللي هو الكريست ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل. المسافه دي كده هي الهيد اللي بيحرك لي الفلو اسفل الفرشه عشان اشوف حكايه البركوليشن. خلينا نشوف بقى بالخطوات كده احنا هنعمل ايه واحنا شغالين. هنقول التخانة اللي في الاول، احنا قلنا في عندنا تخانة في الاول اللي هي قبل الهضار بيبقى قيمتها T1. T1 دي دايما وابدا بفرضها نص متر. يبقى انا هنا بفرض حاجات وبحسب حاجات. ايه الحاجات اللي بفرضها؟ الحاجات اللي بفرضها هم حاجتين. الحاجة الاولانية سمك الفرشة في الاب ستريم اللي احنا مسميناه T1، دايما وابدا باخده نص متر، معلهوش فورسز عاليه ومفيش داعي ناخد قيمه اكتر من كده. المسافه من وش الهضار لحد اول الفرشه من ناحيه الاب ستريم في رينج من 3 ل 5 متر، من حق اخدها 3، من حق اخدها 4، من حق اخدها 5، بس في الغالب كل ما المنشأ صغر باخدها قليله، كل ما المنشأ اكبر باخدها كبيره. كلمه كبير وصغير دي معناها ان المنشأ بتاعي بيحجز هيد قد ايه، الفلول اللي بيعدي قيمته قد ايه، او من الاخر نوع او درجه الترعه اللي انا بشتغل عليها ايه. كل ما تكون ترعه كبيره يبقى او مجرى مائي كبير درجته كبيره، ممكن اقول ان هو ده منشأ هيبقى في الغالب كبير لان تصرفاته هتكون عاليه. كل ما تكون الدرجه بتاعه المجرى المائي قليله بقول ان المنشأ اللي هنا هيكون صغير، بس برضو ده الرينج اللي موجود عندي بالنسبه لل L1، لان مش محتاج اطول من كده. ان كل ما اخد مسافه في الاب ستريم اكتر كل ما تكون افيد بالنسبه لي، لان انا بقول ان ده بيزود مسار البركوليشن، بس لما اكبره قوي ما بقاش له فايده، على عكس له ضرر، لان هو ممكن يعمل لي مشكله ويحصل كراكس في الاب ستريم. فده الرينج اللي احنا لقيناه من البيست براكتس ان ده افضل قيمه اللي احنا ممكن نشتغل عليها. ابتدي بقى اعمل حساباتي. دلتا دي اللي هي عباره عن ايه؟ دلتا دي اللي هي فرق المناسيب ما بين الاب ستريم والداون ستريم بيد ليفل. يبقى دي انا اللي عشان كده قلت ان انا محتاجها، لان في تغير هيحصل في البيد، الكسره اللي بتحصل عند المنشأ نفسه، فدي مش هعرف افرضها، دي ليها حسابات معينه، فهي احسبها بشكل معين، ودي حساباتها طويله شويه لان دي محتاجه احسب
انرجي وحاجات كتيرة عند المنشأ نفسه، او يكون معطاء بالنسبة لي. في الغالب في معظم المسائل معطاء بالنسبة لك او بالنسبة لكم يعني. الواي اللي هي الهيد اللي بيحرك الفلو، ده عبارة عن الكريست ليفل اللي المفروض ان انا اكون عارفه او حاسبه من الهيدروليك ديزاين. الخطوة اللي في الاول المفروض اكون اصلا انا عاملها، ان انا عامل هيدروليك ديزاين بالنسبة للمنشأ زي ما اتفقنا. دي من الحاجات الاساسية او الخطوات اللي في الاول بعملها، ايجاد ابعاد المنشأ الهيدروليكي. الداون ستريم بيد ليفل معطى بالنسبه لي، اطرح الاثنين من بعض يجيب لي الواي. الاثنين اللي هي طول الهضار نفسه. في حاله الستاندنج ويف وير يبقى من 2 ل 3 كابيتال واي. زي ما احنا متفقين على الفكره بالنسبه للواي، دي الكريتيكال كيس. قد يطلب منك او منكم انك تحسبه في حاله غير كريتيكال، بس ان جنرال دي الحاله كريتيكال. الاثنين اللي هي طول الهضار نفسه في اتجاه الفلو، في حاله الستاندنج ويف وير بيكون من 2 ل 3 كابيتال واي اللي هو الهيد او ارتفاع الهضار فوق مستوى الداون ستريم. بالنسبه للكلير والفول وير زي ما اتفقنا ان له تصميم معين بناء على حالات التحميل المختلفه، وقلنا ان في براكتيكال دايمنشنز. فاحنا بنقول الطول بتاع الهضار من فوق في اتجاه الفلو بيكون من نص ل 75 سم، وبعد كده الميل بيكون 1 ل 2. 1 ل 2 اللي هو من الكريست ليفل لحد البيد ليفل اللي هو بسميها كابتال واي. يبقى الحسبايه بتقول لي اختار الطول المناسب من 0.5 ل 0.75. في معظم الاحوال بناخد 0.5 لما يكون المنشأ كبير شويتين ثلاثه، بكبر الحته دي زائد نص الواي. الواي عندي انا لسه حاسبها، يبقى انا كده جبت الاثنين. انا هبتدي افرض بقى هنا جزئيه معينه، بقول لي ان انا التي 2 او من ضمن الحسابات بتاعتي يعني تي 2 بعمل امبيريكال دايمنشن. امبيريكال دايمنشن بتاعتي زي ما اتكلمنا عليها قبل كده واحنا بنتكلم على الابليفت، من 0.8 ل 1 جذر واي. فانا بحسب الحسابات دي واقول ان تي 2 اللي انا هحسبها اخدها من 0.8 ل 1 جذر واي. فلو عندي واي بقيمه معينه تحت الجذر بكذا، اخد 0.8 منها الواحد، بس بشرط ان القيمة اللي انا هاخدها هنا لا تقل عن 1 متر، اكبر من او يساوي 1 متر. تي 3 بتبقى نص تي 2 اللي هي الريدكشن اللي بيحصل في الاخر. فيبقى انا عندي تي 3 تساوي تي 2 على 2 يعني نصها، ولا تقل عن نص متر. اقل سمك للفرشة من اولها لاخرها لا يقل عن نص متر. الجزء الرئيسي للفرشة اللي هو شايل الهضار وفي عليه اكبر ابليفت، ده لا يقل عن 1 متر. بعد كده ابتدي احسب شويه حسابات دي هتفيدني في الجزئيه الخاصه بالسكاور. من هنا كده اتكلم على السكاور. الكيو سمول اللي هي كابيتال كيو على بي زي ما اتكلمنا قبل كده، انا بحسب حاجه اسمها السكاور. فده بقى سمول كيو، انا مصمم او عندي ابعاد الهيدروليكيه بالنسبه للهضار، يبقى طول الهضار عتب الهضار اللي بيعدي عليه الفلو اسمه كابيتال بي. طبعا انا باخده في الاعتبار سواء كان ستاندنج ويف او كلير اوفر فول وير، وشوف عندي سايد كونتراكشن ولا مفيش، اللي هو العرض اللي بتعدي منه الميه، طول عتب الهضار اللي بتعدي منه الميه. بحسب بعد كده واي كريتيكال، جذر التكعيب السمول كيو سكوير على جي اللي هي جرافيتي اكسلريشن، واحسب الاتش سكور اللي هو الهيد اللي بي ممكن يعمل لي السرعات العاليه، وادخله في معادلتي بعد كده. الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل، يبقى دي دبس كده كبير. اطرح منه الواي كريتيكال، ده الهيد الكلي اللي بيحصل بسببه السكور في حاله وجود فلو فوق الهضار اللي موجود عندي. اجي بعد كده واقول ان انا حسبت الاتش سكور، ادخل الاتش سكور دي في المعادله. المعادله دي محتاج المعادله في كل الاحوال محتاج فيها الكوفيشنت بتاع بلاي، بغض النظر انا بستخدم بلاي او بستخدم بلاي ولين. هي المعادله الامبيريكال اتبنت على كده، مبنيه على قيمه سي بلاي. يبقى ال سكور هيساوي سي بلاي في جذر اتش اس. انا كده ماشي حساباتي بالترتيب، فرضت حاجات معينه، حسبت حسابات معينه، الكلام ده كله يفضل حطه على السكتش بتاعي اللي انا بقول في قطاع طولي بالنسبه للهضار. يبقى انا كده بقول ان انا كل الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي دي معلومه. انا ضربت سي بلاي اللي انا عارفها في الواي اللي انا عارفها، ادتني قيمه،
بقول ان القيمه دي مقسومه لجزئين، جزء راسي وجزء افقي. الراسي جبت قيمته كله، لان هي يا انا عامل امبيريكال دايمنشن وفارض حاجه معينه، او ان انا حاطط في ذهني ان انا في عندي مسافات اللي هي الدروب اللي حصل، ودي معطى بالنسبه لي في المساله. طيب ال هوريزونتال عباره عن ايه؟ انا فارض ال واحد، حاسب ال اتنين، وسايب مجهول ال تلاته. يبقى انا كده عندي بقول ايه؟ بقول ال بيركوليشن بتساوي ال فيرتيكال زائد ال هوريزونتال. كل الفيرتيكال معلوم، الهوريزونتال معلوم فيه جزئيتين، والثالثه مجهوله. يبقى كاني بقول ان من الشكل ده، من المعادلات اللي موجوده عندي دي، عندي مجهول واحد فقط، مجهول وحيد في المعادله. يبقى دي معادله لينير فيها 1 unknown، يبقى احسب ال 3. ال 3 ده عباره عن ايه؟ الطول من نهايه الهدار لحد اخر الفرشه. اول حاجه لازم اشيك عليها ان هو اكبر من او يساوي السكور. السكور ما انا حاسبه قبل كده، السكور انا حاسب المعادله بتاعت السكور، بيقول لي بيساوي قيمه معينه. لو طلع ان ال 3 من معادله بلاي اكبر من او تساوي ال سكور، يبقى انا في السيف سايد كده، خلصت. طيب لو ما كانش وطلع ان طول بتاع السكور اكبر من ال 3، ما ينفعش، هروح مغير واخد ان ال 3 بتساوي ال سكور، اكني كده كبرت عن الطول اللي طالع لي من معادله بلاي. طب لما ازود الطول هرجع في المعادله هنا، الاقي ان قيمه الاطوال دي في حاجه اتغيرت. فين؟ انا عندي الفيرتيكال ما اتغيرش، الهوريزونتال اللي 3 اللي كانت المينيمم اللي انا حاسبها من المعادله بتاعتي، لا دي طلعت بشكل مختلف، طلعت ان هي مش كفايه، راح تبقى كاني معوض ب ال 3 بتساوي ال سكور. طب ايه اللي هيتغير في المعادله دي؟ هيتغير ان انا عندي ال ال بيركوليشن كاجمالي طول اختلف، زاد شويه. طب هو الهيد اختلف؟ لا الهيد ما اختلفش. ايه اللي ممكن يتغير؟ سي بلاي. هو سي بلاي ممكن تتغير؟ اه طبعا. السي بلاي اللي انا بستخدمها عندي دي هي القيمه الدنيا، يعني المينيمم فاليو، اللي تعمل لي ايه؟ اللي تخلي لي سرعه الميه في السويل ما تحركش ولا بارتكل واحده منها. طب هو انا ممكن اقلل عن السرعه دي؟ اه، يعني لو انا بلاي حاسب وبيقول انا عندي ساند ببارتكل جريديشن معين، يبقى دي الجراديشن اللي موجودة عندي دوت ممكن يتحرك منه بارتكل الصغيرة اللي فيه. لو خدت سي بلاي بالقيمة أقل من القيمة دي، إنما لو خدت أكتر دي معناها إن خليت السرعة أقل. آه، يبقى أنا مسموح لي إن أنا أزود قيمة سي بلاي بس ما أقللش سي بلاي. يبقى أنا عندي القيمة اللي بتبقى معطاة في المسألة أو محددة من نوع السويل هي القيمة المثلى الدنيا، اقل قيمه ممكن استخدمها. لو استخدمت قيمه اقل منها هتبقى فيها مشكله، انما ممكن استخدم قيمه اكتر منها. فدي معناها ان انا هعدل في الاطوال وابتدي احسب سي بلاي الجديده. يعني ما انا صح على ان سي بلاي كبرت، يعني السرعه بتاعتي قلت، ان هي حكايه عكسيه. يبقى كده دي نقطة لازم احطها في اعتباري في الديزاين، ان انا كده عدلت سي بلاي. طب ما حد يقول لي ما انا خلاص ما ناخد الاثنين بيساووا بعض والموضوع بالنسبة لي خلص. لا، ما انت بتعمل تشيك بعد كده على الابليفت، والابليفت لازم تكون عندك قيمة حقيقية لسي بلاي، فيبقى لازم احسب القيمة الحقيقية بتاعت سي بلاي. وفي حاجة تانية مهمة جدا، ان اجمالي اطوال الفرشة المفروض ان هو يبقى في حدود ال 35 متر. ليه؟ لان الاطوال في اكبر من كده يبقى فيها جوينت، والجوينت دي لازم تبقى ووتر تايت، ودي مزعجه شويه. فده ريكومنديشن، احنا مش لازم نقول ان هي لازم حاجه تتحقق، يفضل ان انا اقدر احققها، بس لو ما اتحققتش واضطريت ان انا اكبر الفرشه، لان احتمال الديسكفر يطلع كبير جدا، وبالتالي الفرشه اجمالي الاطوال الافقيه بتاعتها، الافقيه بتاعتها اللي هي ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3، فطلعت الاطوال دي كبيره او اكتر من 35 متر، خلاص يبقى انا هضطر اعمل جوينت. طبعا دي ووتر تايت ودي مشكله، وعملها بيبقى في شويه صعوبات، بس من الاخر ممكن تتعمل. فانا عشان اتفادى الجوينت دي ويبقى فيها مشاكل في تنفيذها، بحاول ان انا التزم بطول ال 35 متر. طيب انا كده، لو انا افترضنا جدلا
ان الطول هيزيد قوي وانا عايز اقلل الطول بتاعي، بس بشرط ما اقللش الاسكور. طول الاسكور ده ملزم، لو طول الاسكور قليل واقل من ال 3 خلاص، يبقى انا ساعتها اعمل ايه؟ اقول ان ال 3 اللي انا هستخدمها هتساوي ال سكور دي عشان اقلل طول الفرشه في حاله لما اكون الهوزونتال لينز اكبر من 35 متر، اروح واخد ال 3 بتساوي ال سكور، والباقي كاطوال ما من حقي ان انا استخدم الاطوال بتاعتي افقيه راسيه. زي ما كنا بنتكلم على شيت باي وول من الاول، بقول لكم في حاجه اسمها شيت باي وول وبنستخدمها، هنا استخدمها بقى ان انا بقول ال فيرتيكال بتاعي هيتغير شويه، هلاقي عندي شيت باي وول. شيت باي وول ده عباره عن ايه؟ عن بليد حديد شيت كده بشكل معين زي ما انتوا خدتوا في الجيوتكنيكال انجينيرنج، بيبقى موجود في الصويب، بيدق بشكل معين في الغالب مايلد ستيل بدبس معين وبشكل قطاع معين. زي ما اتفقنا في لما كنا بنرسم الابليفت او الابليفت دايجرام، كنا بنقول ان احنا لو عندنا شيت بايل وول انا بنزل واطلع، بنزل الدبس بتاعي شيت بايل وول وبطلعه تاني، يبقى انا لو بحطه هنا في المعادله بتاعتي ده عباره عن 2 دي شيت بايل وول، يبقى كان ال فيرتيكال هيضاف عليها حاجه بدل ما كانت موجوده بالشكل دوت، هيبقى عندي هيضاف عليها حاجه اللي هي ضعف الدبس بتاع شيت باي وول، وهو ده المجهول اللي عندي، لان انا خلاص اللي كان مجهول قبل كده ال 3 انا خدته بيساوي ال سكور عشان هو طلع كبير قوي اكتر من ال سكور، فقلت اقلل شويه في طول الفرشه اللي موجوده عندي، فطلع كده ان المجهول عندي شيت باي وول، فانا ممكن احسب من المعادله دي الشيت باي وول دبسه قد ايه. هنتكلم في اخر المحاضره على الاشتراطات الخاصه بالشيت باي وول، هو المفروض يبقى مسافه بينهم قد ايه لو عندي اكتر من شيت باي وول، هو الدبس له حد اقصى وحد ادنى، هنقول الكلام ده كله، بس مبدئيا انا كده هطلع الدبس بتاع شيت باي وول، وانا كده خلصت التصميم الخاص بالبكوليشن والسكور، حققت الحاجتين دول، ناقص لي حاجه واحده بس، اعمل تشيك على الابليفت. تشيك على الابليفت ان انا بقول السكشن الكريتيكال اللي هو سكشن واحد واحد اللي هو جاست داون ستريم الوير ده اللي عليه ماكسيمم ابليفت، فما دام في عندي ماكسيمم ابليفت بقول انا عايز احسب الهيد اللي عندي هنا بيساوي كام، ولما خدنا التصميم بتاع الفرشه كسكنس قلنا ايه السيف سكنس بتاع الفرشه بيساوي مين؟ بيساوي النت ابليفت، فالمعادله دي بتقول لي ده النت ابليفت عند السكشن ده، عند سكشن واحد النت ابليفت اللي اسمه اتش اي اتش كابيتال اي سب كابيتال اي هيساوي الهيد الكبير اللي هو واي مطروح منه جميع المسارات الافقيه والراسيه لحد السكشن ده، انا شغال من الابستريم اكني بحسب من الابستريم، بقول انا واقف عند سكشن واحد واحد اي اي وبقول ان الهيد عنده النت بيساوي ايه، الهيد الاجمالي اللي موجود عندي اللي هو كريست ليفل ناقص داون ستريم بيد ليفل مطروح منه اللوسز لحد السكشن ده، اللوسز دي عباره عن ايه؟ جميع الاطوال الافقيه والراسيه مقسومه على القيمه الحقيقيه لسي بلاي، يبقى انا كاني بقول عندي ال1 وال2 انا مش شغال من الابستريم، يبقى ال1 طول الاولاني اللي انا فرضه 3.5 متر، ال2 طول الهضاره على حسب نوع له حسبته، بعد كده بقول نزلت راسي تي 2 زائد دلتا، ولو عندي شيت باي وول بيكون مكانه لو عندي واحد عشان كده مسميه شيت باي وول واحد، يعني ممكن يكون عندي اكتر من شيت باي وول، لو في هنا شيت باي وول وحيد يبقى انا هستخدمه اسفل الهضار او اسفل عمل الحجز، يبقى ده جميع الاطوال الافقيه والراسيه اللي موجوده عندي مقسومه على القيمه بتاعت سي بلاي لو ما اتغيرتش، او الحقيقيه لو كنت انا عدلت فيها وغيرتها شويه انها ممكن تكون ايه زادت، يبقى كده النت ابليفت لو طلع ان تي 2 اللي انا فارضها اكبر من او تساوي النت ابليفت عند السكشن ده، يبقى انا كده فرضي صح اقول اوكي، لو ما كانش هاخد تي 2 هتساوي نت ابليفت. حد يقول لي ممكن تغير بقى تاني وتحسب سي بلاين؟ الفرق بيكون صغير، يعني لو فرض مثلا الفرشه متر ونص وهتطلع عندي مثلا متر 60 سنتي، مش ال 10 سنتي دول اللي هيغيروا في تسيب لاي، هتبقى التغيير طفيف،
فمش مستاهل ان انا اغير اي حاجه، لان ده مش هيفرق كتير في الحسابات بتاعتي. يبقى لحد كده انا عملت تشيك على السكنس الرئيسي في الفرشه. اخر حاجه بعملها عشان اجيب المسافه اللي هي اكس، ايه المسافه اكس دي؟ المسافه اكس دي اللي هي المسافه اللي هي منقصه من الداون ستريم، وبحسب عندها الريدكشن. مش احنا قلنا هنقلل الفرشه من سمك اسمه تي 2 لسمك اسمه تي 3؟ فانا كاني بطبق النظريه بتاعتي، بس انا المره دي بحسب من الداون ستريم. لما بحسب من داون ستريم بقول بقى ايه، النت ابليفت عند اي سيكشن محسوب من الداون ستريم هو عباره عن اللوسز اللي موجوده عندي، اللي هي عباره عن الاطوال مقسومه على سي بلاي. فانا جاي اقول هنا النت ابليفت عند سيكشن 2 2 اللي هو عند الريدكشن ما بدا يحصل، هو عباره عن مسافه اكس، دي مسافه افقيه، زائد سيكنس بتاع الفاكشن، ده المسافه الرأسية، زائد المسار واحد من المسارين اللي هو طلعت في حته الريدكشن دي اللي هي تي 2 ناقص تي 3، مقسوم على سي بلاي او سي بلاي اكشن. هساوي الكلام ده بتي 3 اللي انا فارضها، كل الكلام عندي معلوم ما عدا اكس، اجيب من المعادله دي اكس. يبقى انا كده التصميم بتاعي خلص. اول حاجه حققت البركوليشن ان هو سيف، تاني حاجه حققت السكور ان ال 3 اكبر من ال سكور، يبقى دي سيف. تالت حاجه الجزء الخاص بالابليفت، ان من سيكنس اللي هو تي 2 اللي هو جاست داون ستريم الوير قيمته كفايه وبيقاوم الابليفت الفعلي اللي موجود هنا. وانا كمان في الاخر بقول ان انا قللت الفرشه من السمك تي 2 تي 3 على بعد مسافه مقدارها اكس من الداون ستريم. يعني كده انا عملت تصميم كامل بالنسبه لفرشه الهدار، وبشكل كبير ده هيمشي على جميع اعمال الحجز اللي هي الهدارات والقمطه. دي الكيس الاولانيه، ان انا بقول عندي الجيفن الوحيد بالنسبه لي اللي هو سي بلاي. لو عندي بقى حاجتين سي بلاي وسي بلاي هعمل ايه؟ نفس السكتش بتاعي اهو، نفس النونز اللي المفروض اكون عارفها هي، بس هنا بس هيكون بالنسبه لي جيفن ايه؟ تو فاليوز سي بلاي اند سي لين. التو فاليوز دول لازم استخدم الاثنين، هستخدمهم هو هعمل بده وبده واشوف حاجه منهم بعد كده هشتغل عليها، ولا هبتدي بحد واعمل بعد كده تشيك على التاني. كل الطرق اللي تمشي ما تفرقش، ان في الاخر لازم الاثنين يتحققوا، هو ده الغرض الرئيسي. انا هقول لكم على الطريقه اللي انا بستخدمها، وانتم ممكن تعملوا اي طريقه تانية في الاخر توصلونا لنفس النتيجه. لازال المطلوب هو هو ال 3 اللي هو يحقق لي البركوليشن ويحقق لي السكور، لان ال 3 منقسم من هنا في الداون ستريم. الريدكشن اللي بيحصل في طول الفرشه، بقول بقلله من السكن من السكنس الكبير ده للسكنس القليل ده على بعد قد ايه من الداون ستريم، واتاكد ان تي 2 عند السكشن الكريتيكال اللي هو دوت كفايه وبتقاوم الابليفت اللي بيحصل عندي. اعمل ايه هنا؟ نفس الخطوات اللي انا عملتها قبل كده، هي اسيوم الفاليوز بتاعتي واحد وال واحد، كالكوليت الدلتا الفرق بين الابستريم والداون ستريم بالليفل، احسب الهيد الكابيتال واي طول الهدار قد ايه في اتجاه الفلو بنوع حسب نوعه، نفرض السكنس الرئيسي تي 2 والسكنس اللي هيحصل عنده ريدكشن تي 3، احسب كل ما يخص بالسكور لحد ما يديني فاليو لقيمه السكور اللي ممكن سكور لينس اللي ممكن تحصل في الداون ستريم. الخطوات دي تيبيكال زي ما هي زي ما عملناها قبل كده، مش هتختلف. الاختلاف جاي دلوقتي، الاختلاف جاي دلوقتي ان انا بقول انا حاليا دلوقتي عندي ايه؟ انا حاليا عندي قيمتين، واحده اسمها سي بلاي وواحده اسمها سي لين. طيب هو انا هشتغل بالاثنين ولا هشتغل بواحده؟ لا انا هشتغل بواحده، انا هريح نفسي. دي طريقتي، ممكن تعملوا حاجه تانية، ده مجرد ابروتش. فانا هعمل نفس الخطوات بالظبط. يعني نفس الخطوات بالظبط؟ هفرض نفس الفروض، انا شغال كاني ما عنديش غير سي بلاي. طب وبعدين؟ بعد ما اعمل كل حاجه في سي بلاي هقف لحد فين؟ هحقق الجزئيه اللي خاصه ب
البركوليشن بس، مش هشتغل على الجزئية اللي خاصة بالابليفت. فانا هقول انا عايز احقق حاجة البركوليشن شغال والسكور سيف، يبقى كأن نفس الخطوات. سيب لايف واي، اكن مش التانية مش موجودة عندي. الفيرتيكال كام، الهوريزونتال كام، احسب L3 اتاكد انه اكبر من L سكور، طلع انه اكبر يبقى الموضوع بالنسبة لي تمام. اتاكد من اجمالي الاطوال الافقية وزين الرينج، طلعت ماشي ما طلعتش استخدم شيت باي وول، وجبت الدبس بتاع الشيت باي وول اللي هيكون اسفل الهضاره. طيب ايه اللي انا اعمله بعد كده؟ هاخد دي كانها مساله بالنسبه لي او كانها حاجه جيفن. يعني هقول ايه؟ هقول انا حاليا دلوقتي ممكن اقول انا حاليا الطول الاجمالي اللي عندي في الفرشه ده معروف خلاص. طيب بلاي بيقول لي حاجه تانية، بيقول لي ايه؟ ال L الخاصه بيا بتساوي سي بلاي في واي، وده المينيمم اللي عايزه لين او يحققه بالدقه على نظريته. هروح واخد بقى دي المينيمم بتاعتي اللي انا حاسبها من معادله لين اللي هو سي لين اللي معطاه في واي اللي انا حاسبها. الطول ده مفروض ان الفرشه بتاعتي اللي انا حاسبها من شويه ببلاي تحققه لي، بس انا عايز اتاكد. هروح واخد الاطوال اللي انا حسبتها من بلاي واقول ايه، اقسم الهوريزونتال على 3 واجمع عليه الفيرتيكال. هو فين الهوريزونتال؟ الهوريزونتال اللي هي L1 L2 L3 بالقيم الفاينل بتاعتي اللي انا حسبتها، وال L فيرتيكال فيها الكلام ده. ولو شيء في شيء باي وول انا مدخله هدخله، يبقى كاني الحسابات اللي انا حسبتها من لي من بلاي هعيد بيها الشغل بتاع لين بطريقته. بيقول لي ايه، اقسم الهوريزونتال على 3 واجمعه على الفيرتيكال، يبقى ده للاكشوال من الايه، من اللي انا حاسبه قبل كده ببلاي. اقارن بقى لو ايه لين ده الاكشوال اللي انا حاسبه بطريقه لين اللي هو قاسم الهوريزونتال الاجمالي على 3 وجمع عليه الفيرتيكال اكبر من او يساوي ايه لين، يبقى انا كده في السيف سايد مش محتاج اعمل حاجه تانية. لو محتاج، لو طلع اقل يبقى انا ساعتها محتاج ان انا اشتغل بلين. لين هو اللي هيحكم بقى، هو اللي هي دوميننت في الحته دي، يبقى هو ده الحاكم بالنسبه لي. يبقى ساعتها ارجع احسب حساباتي واقول انا هجيب L3 من لين، اكني هخش عندي في معادلاتي وبعد كده ابتدي احسب L3 واغير سي بلاي اللي موجوده عندي طبقا للجديد. ايه هو الجديد؟ اللي هو L3 الجديد. يبقى دي معناها ان انا هحسب L3 بس بطريقة ايه؟ بطريقة لين. انا كده سيفت مين؟ سيفت البركوليشن والسكور بالاتنين، ببلاي ولين مش بواحدة بس. بدأت ببلاي وشيكت طلعت ان لين سيف اوكي، ما طلعتش سيف اعكس حساباتي واجيب L3 من بلاي من لين، وارجع تاني اعدل اجيب سي بلاي الجديدة. يبقى أنا كده عندي خلاص حققت الحاجتين اللي أنا عايزهم، بيركوليشن وسكور. ناقص لي الحاجة التالتة اللي هي إيه؟ تشيك. يبقى أنا عندي بعمل تشيك ببلاي بس؟ لا، ببلاي ولين، فلازم أعمل تشيك بالاتنين وأشوف إن الاتنين يتحققوا. يعني أعمل تشيك على السكنس بالمعادلة بتاعتي، بقول إن النت أبليفت عند كريتيكال سيكشن بطريقة بلاي ولازم يكون اكبر من السكنس اللي انا فرضه. السكنس اللي فرضه اكبر من النت ابليفت يعني مغطي، لو مش اكبر يبقى هاخد السكنس بتاعي ازوده. ده بالنسبه للبلاي. ونفس الكلام هعمله بالنسبه للين واشوف ان، بس هنا بقى ايه، بدل ما كنت بقول الاجمالي الهيد ما تروح منه اللوسز اللي هي الاطوال مقسومه على سي بلاي او سي بلاي اكشوال، هيبقى هنا عندي اجمالي الهيد اللي هو واي ما تروح منه الاطوال الافقيه مقسومه على 3 زائد الاطوال الراسيه اللي موجوده عندي مقسومه على سي لين او سي لين اكشن. طيب لو طلع ان السكنس اللي انا فرضه اكبر من الهيد من النت ابليفت يبقى خلاص ما كانش يروح ايه مزود. يبقى لازم هنا اللي الحاجتين يتحققوا زي ما هناك الاثنين اتحققوا. خلي بالكوا دايما ان انا بحسب او بشتغل على الاكشوال سي بلاي والاكشوال سي لين. لو حصل تعديل في الاطوال
هنا او هنا بشكل ما او باخر انا لازم احسب الفاليو الجديده بتاعتي. طيب الاكس نفس الكلام، احسبها مره بلاي واحسبها مره بلين، بس مع الاخذ في الاعتبار ان انا الاطوال الافقيه اللي هي هنا اكس بس هقسمها على 3، هيديني قيمتين لاكس، اخد الاصغر فيهم، الاصغر في القيمتين دول هي اللي انا هستخدمها. وطبعا نفس الكلام لازم يكون السكنس بتاعي يغطي الاثنين، يعني يكون تي 2 القيمه الاكبر على الاطلاق من حساباتي ببلاي ولين، ويكون هنا الاكس هي القيمه الاقل على الاطلاق من بلاي ولين، يبقى انا كده في السيف سايد، بقلل الفرشه باقصر طول ممكن عشان اتاكد ان هو مفيش مشاكل في التخانات اللي موجوده عندي، ونفس الكلام بستخدم اكبر سمك يجيلي عندي في حساباتي من بلاي ولين. دي الحاله الثانيه اللي موجوده عندي، ان يكون عندي معطى الاثنين كوفيشنت بتوع بلاي ولين. في حاله الاستيب ويو موضوع في منتهى البساطه، مش اكتر من ان انا بعمل تكرار للحاجات اللي قبل كده. يعني ايه؟ بقول انا ايه اللي مطلوب مني، مطلوب مني ان انا احسب L3، L3 اللي هي انا هفترض جميع الاطوال اللي في الداون ستريم اذا كانت الهدرات كلها زي بعض، مثلا 3 كلير وير، 2 كلير وير، او 2 و1 ستاندنج ويف، هنا ممكن اغير الطول اللي في الاخر مختلف، بس في الغالب بتبقى الحاجات كلها تيبيكال او 2 او 3، يبقى كاني بكرر الهدار 3 مرات او مرتين. في الحالات دي معناها ان انا هاجي بقول ان انا عندي L1 فاردها، L2 محسوبه وهتتكرر 3 مرات، وانا عندي L1 مره واحده، L3 هتبقى موجوده اكتر من مره، هتتكرر 3 مرات مرتين زي ما تكون. يبقى انا كده عندي الهيد الاجمالي اللي بيحرك الفلو اللي هو من الكريست ليفل بتاع اول هدار لحد البيت ليفل بتاع اخر هدار، يبقى الفلو يتحرك كده 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 اسفل مجموعه الهدارات كلها. انا محتاج برضو اعمل نفس الكلام، اقول ان التخانات اللي موجوده عندي اللي هي الثلاثه دول اللي هي تي 2 وتي 3 وتي 4، انا بعمل تشيك عليهم على التخانات الثلاثه اللي موجودين، وبجيب مسافه اكس اللي هي في الاخر ديت، والمسافه ال اللي هي داون ستريم كل هدار من الهدارات اللي موجوده عندي. برضه هنبتدي بنفس الطريقه، الحاله الاولانيه ان يكون عندي جيفن سي بلاي بس، نفس الخطوات هي الفكره بس كلها اللي موجوده عندي ان انا الدلتا اللي انا الفرق بين الاب ستريم والداون ستريم بيت ليفل بيتقسموا على الهدارات اللي موجودة عندي، فبالتالي بيبقى عندي دروب في البيد من الاب ستريم للداون ستريم، ما بيحصلش مرة واحدة على هدار واحد، بيحصل على الهدارات اللي موجودة عندي. وزي ما اتفقنا الواي الهيد اللي بيحرك الفلو ده من الكريست ليفل بتاع اول هدار لحد الداون ستريم بيد ليفل بتاع اخر هدار. والتخانات اللي موجودة عندي اللي هي تي 2 وتي 3 وتي 4 اللي هي التخانات المختلفة، بيبقى في الغالب ماشيه بالترتيب، اخر سيكنس بيكون 0.8، السيكنس اللي قبليه بيكون 1 جذر واي، اللي قبليه بيكون 1.2 جذر واي. واي اللي هو الكريست ليفل للبيد ليفل في الحته دي، يبقى كان هي هيد او المسافه ما بين الكريست ليفل لحد الداون ستريم بيد ليفل عند الهدار نفسه، وفي الغالب بيبقوا هما الثلاثه زي بعض. ودايما زي ما اتفقنا ان بيكون عندي التخانات كلها الرئيسية أكبر من 1 متر، لما بحسب ريدكشن بقول إن بنزل لنص آخر تخانة موجودة عندي، وبالتالي يبقى دي مفهوم ما تقلش عن نص متر. دي حسابات الخاصة بالسكور، السمول كيو والواي كريتيكال، السكور هيد واللينس اوف سكور، برضو ده لازم يتحقق على التلاتة، يبقى في الداون ستريم بتاع كل هدار من الهدارات اللي موجودة عندي، نفس اللي احنا عملناه قبل كده. بس هنا الفكره ان انا هدخل معايا ايه بقى؟ هدخل معايا ان الاطوال الافقيه هتزيد، عندي كام هدار؟ هدارين، الدلتا دي هي الدروب اللي بيحصل عند هدار واحد في البيت، يبقى لو هم 3 يبقوا 3، لو هم 2 يبقوا 2،
زي ما تكون عندي بكرر الهدرات كذا مرة، بقول إن L3 متكررة كذا مرة على حسب عدد الهدرات اللي موجودة عندي. جيت حسبت حسبتي اللي موجودة ولقيت إن L3 أكبر من أساوي السكور، يبقى أنا كده في السيف سايد، أنا كده حققت السكور على الثلاثة. حصل إن السكور أصغر، يبقى أنا هساويهم ببعض وأروح مكبر الفرشة وأجيب سبلاي أكشوال زي ما اتكلمنا قبل كده. لو أنا عايز أقلل هنا، كده كده الفرشة طويلة هتبقى أكبر من 35 متر، فأنا لو عايز أقلل شوية سمك الفرشة أروح أستخدم شيل باي وول، بس بشرط إن أنا أحقق شرط الإسكاور. ساعتها يبقى أنا عندي المعادلات بتاعتي هترجع زي ما هي، أحط بس مجهود فيها في ال vertical اللي هو الدبس بتاع الشيل باي وول، وأقول أنا هنا بقى خلاص حققت اللي أنا عايزه بالنسبة لل السكور والبركوليشن او بركوليشن والسكور، واخش اعمل تشيك على السكاشن نفسها الموجوده، لان انا هعمل تشيك عند الهدار الاولاني والهدار الثاني والهدار الثالث، وابتدي بقى اشوف النت ابليفت عندي بيساوي كام. بيساوي اجمالي الهيد مطروح الدروب الراسي اللي حصل في البيلد، لان انا بقول النت ابليفت عند السكشن دوت مطروح منه مجموع الاطوال الافقيه والراسيه على سي بلاي او سي بلاي اكشوال، واشوف هنا التين اللي عندي اكبر ولا مش اكبر. لو اكبر او تساويها يبقى سيف، لو مش اكبر باخد التخانه بتساوي النت ابليفت. بعمل نفس الكلام عند سيكشن 2 ونفس الكلام عند سيكشن 3. هنا كل مره بطرح دلتا، 2 دلتا في الاول، بعد كده دلتا، بعد كده ايه من غير دلتا، ومجموع الاطوال الافقيه اللي انا شغال عليها، وطبعا لو في عندي شيت باي وول بيكون مكانه الرئيسي عند اول هضه. لو عندي طبعا اكتر من شيت باي وول بيبقى احط جميع الاطوال اللي اخدتها في الاعتبار، ولازم عند كل سيكشن من دول يطلع التخانات اللي انا فارضها اكبر من النت ابليفت. لو ما كانش يبقى انا ساعتها هاخد التخانه بتساوي النت ابليفت، لحد ما اجي في الاخر خالص عند اخر سيكشن واقول ان ده الريدكشن اللي بيحصل، بسويه بالثيكنس اللي انا فرضه، يبقى انا عندي الاكس اللي موجوده عندي هي دي اللي انا عايز احسبها. وانا هنا زي ما اتفقت معاكم مشغلين على سي بلاي او سي بلاي اكشوال، اجيب هنا الاكس اللي موجوده عندي. يبقى انا كده خلصت التصميم بتاع الستيب كبير كلها. الحاله الثانيه اللي هي عندي سي بلاي وسي لين في الستيب وير، يبقى انا ساعتها هعمل نفس الكلام، هفترض نفس الافتراضات اياه واحسب نفس الحسابات اللي موجوده عندي هي هياها، وقول بعد كده طول ما انا شغال بشتغل زي ما اتفقنا. الاول دي حساباتي في الاول لحد ما جبت السكور لينس. احنا زي ما اتفقنا في الحاله اللي هي في الاول اللي هي سنجل وير، انا بقول ان البركوليشن اللي موجود عندي لازم يتحقق بالاثنين اللي هو ببلاي وبلين. فلو انا اتكلمت على الاول بلاي وبعد كده اعمل تشيك على لين بالطريقه اللي احنا عملناها قبل كده، اخد جميع الاطوال اللي موجوده عندي واقسم الطول الافقي على 3 واجمعه على الفيرتيكال واقارن ده بالمينيمم فاليو اللي هو سي لين في واي، طلع ان هو اكبر منه تمام، ما طلعش يبقى انا هقلب احسب الحسبيه بتاعتي بناء على لين واجيب ال 3 وبالتالي سي بلاي هتتغير. يبقى كده خلصت الجزئيه دي. هعمل برضو السكاشن بتاعتي واحد واحد، السكشن الاولاني ببلاي ولين واتاكد ان هما الاثنين سيف، اخد القيمه الاكبر فيهم، وبعد كده اخش على السكشن الثاني ببلاي ولين، كل مره انا بشيل واحده من الدلتا يبقى واتاكد ان هو الاكبر فيهم. السكشن 3 برضه بلاي ولين واخد القيمه الاكبر، ثم امشي بعد كده على الجزء بتاع الريدكشن اللي حصل في الداون ستريم، اخد مره ببلاي ومره بلين واجيب الاثنين قيمتين واخد الاصغر فيهم مش الاكبر هنا زي التخانات. يبقى كده انا حققت البركليشن وحققت الابليفت والسكور وعملت الريدكشن بشكل مظبوط. الجزء الاخير في المحاضره بتاعتنا اللي هو الشيت باي وولز. لو انا عندي شيت باي وول او هستخدم شيت باي وول، ايه الاماكن اللي انا ممكن احطها فيه، و
الشرطات بتاعته ايه. اول حاجه لو عندي سنجل شيت باي وول يبقى دي تحت الهضاب مباشره او تحت العمل الحجز الصناعي اللي هو تحت بوابه الانطره مثلا، يبقى كده تحت الهضاب في حالتنا اللي موجوده عندي هنا. لو عندي تو شيت باي وول لازم يكون واحد منهم تحت الهضاب وده سميه واحد، والتاني ده يكون في اخر الفرشه. هنشوف الاماكن حالا دلوقتي شكلها عامل ازاي على سكتشات. وعندي اشتراطات خاصه بالمسافات، ان لازم يكون اول حاجه لازم المسافات اللي بينهم تبقى ضعف الكبير او مجموع الاثنين، هنشوفها على الرسم حالا. ولازم يكون الشيت الاولاني اللي هو تحت الهضاب اكبر من الشيت الثاني، يعني ده يكون اكبر من ده. لو عندي ثلاثه يبقى انا هحط واحد تحت الهضاب وحط واحد في الاخر في نهايه الفرشه وحط واحد في النص ما بينهم، ولازم المسافات اللي موجوده عندي تبقى متحققه ان هي ضعف الكبير او مجموع الاثنين. وهم بالترتيب كده، اللي بيتحط في الاول ده بيكون اكبر واحد، اللي بيتحط في الاخر بيكون بعديه في الترتيب، اللي بيتحط في النص ده بيكون اقلهم في الطول. الرينج بتاع الدبس عموما بتاع تشيت باي وول المينيمم دبس 3 متر والماكسيمم دبس 6 متر. لو انا عندي شيت باي وول واحد بس ده مكانه تحت الهضار في المنتصف، يعني لو الطول ده اسمه L2 من هنا لحد هنا يبقى ده L2 نص هنا ونص هنا على 2 وعلى 2، وبيكون داخل جوه الفرشه مصبوب عليه حته نص متر. النت ديبس هو ده اللي انا بحطه بعيني في حساباتي بتاعه البركوليشن. ده لو عندي شيت باي وول واحد. لو عندي 2 شيت باي وول بحط الاولاني هنا زي الرسمه اللي فاتت، وبقول ان الاخراني بيكون في نهايه الفرشه ومفروض يكون هو منصف المسافه الاخرانيه، يعني المسافه دي تبقى متر، اخد نص ونص، طبعا ممكن ازود عن كده 75 75 زي ما انا عايز، والدبس بتاع الاولاني بيكون اكبر من الدبس بتاع الثاني. لو عندي ثلاثه يبقى انا عندي ده الاكبر، ده اللي بعديه في الطول، ده الاصغر. المسافات اللي بينهم يبقى ضعف الكبير او مجموع الدبس اللي موجوده عندي، يعني ضعف الاكبر اللي هو ده او ده زائد ده، ونفس الكلام يسري على التاني في الدوري. ده في حاله لما استخدم شيت باي وول، وكل واحد لازم يكون داخل مسافه نص متر جوه الفرشه، واللي انا بحسبه بس هو النت دبس اللي موجود في زي ما شايفه هنا من بعد الفرشه لحد نهايه الشيت باي وول. كده احنا خلصنا كلام النهارده على ديزاين توكسيدو بتاع الفرشه. ده الموضوع مهم جدا والاساسيه ان احنا محتاجين ان احنا نفهمها كويس، وطبعا دي محتاجه تدريب وشغل بيدي. نلقاكم على خير ان شاء الله في المحاضره.